في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. روسيا تعد مشروع قرار في مجلس الأمن لإدانة الهجوم الإسرائيلي الذي تسبب بخروج مطار دمشق الدولي عن العمل، معتبرة أن الضربة الإسرائيلية تخالف القانون الدولي وتقوض الاستقرار الإقليمي وتنتهك السيادة السورية وسيادة الدول الأخرى وفق هيئة البث الإسرائيلية كان. نظام الأسد يجبر عدداً من عناصره في دير الزور على الالتحاق بدورات عسكرية جديدة مدتها 40 يوماً، وتشمل العناصر المحليين المتطوعين في صفوف الفرقة 17 والأمن العسكري، ما أثار حالة من الاستياء في صفوف عناصره الذين اعتبروا أنها بداية لزجهم في جبهات القتال لاحقاً، بحسب موقع فرات بوست. نائب منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأمريكية إيان موس يقول إنه لا يمكن تجاهل المخاوف الجدية التي يطرحها المحتجزون والنازحون في شمال شرق سوريا، مطالباً بإعادة قاطني المخيمات إلى بلدانهم وإعادة تأهيلهم. الفصائل العسكرية تفض جميع الاستنفارات في قرى عفرين والبابري في حلب بعد تدخل وفد تركي رفيع المستوى لحل الخلاف الحاصل بين الفيلق الثالث وحركة أحرار الشام، وفق مراسل حلب اليوم. رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد ترد على الدعوة الروسية لدمج كل من جيش النظام مع قوات قسد بأنه الحل الصحيح في ظل تشتت قوات النظام الضمني، معتبرة أن قسد تحولت لرقم صعب لا يمكن تجاوزه وفق تعبيرها. رئيس النظام بشار الأسد يتقبل أوراق اعتماد وحيد مبارك سيار سفيرا مفوضا وفوق العادة لمملكة البحرين.